أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب يرويه الكليني رضوان الله تعالى عليه بأسناده عن عبد الله بن يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء. واقوام يتولونكم ليس لهم تلك الامانه ولا الوفاء ولا الصدق قال فاستوى ابو عبد الله عليه السلام جالسا فاقبل عليك الغضبان ثم قال لا دين لمن دان الله بولايه امام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولايه امام عادل من الله قلت لا دين لاولئك ولا عتب على هؤلاء. قال نعم لا دين لاولئك ولا عتب على هؤلاء. ثم قال: ألا تستمع ألا تسمع لقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة. لولايتهم كل إمام عادل من الله. وقال والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات انما عنا بهذا انهم كانوا على نور الاسلام فلما ان تولوا كل امام جائر ليس من الله عز وجل خرجوا بولايتهم اياه من نور الاسلام الى ظلمات الكفر فاوجب الله لهم النار مع الكفار فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون سؤال الراوي وهو عبد الله ابن ابي يعفور حول حقيقه خارجيه يجدها كل انسان وهي ان اتباع كل دين فيهم الناس الذين اخلاقهم عملهم اقوالهم حسنه وناس عملهم اقوالهم افعالهم سيئه يعني مثلا اذا تنظر إلى المسلمين كمجموع. تشوف اكو في المسلمين ناس اخلاقهم جيدة اعمالهم جيدة اقوالهم جيدة وتشوف لا ناس اخلاقهم سيئة اعمالهم سيئة اقوالهم سيئة. تروح للنصارى كذلك، تروح لليهود كذلك، تروح للبوذيين كذلك، وهكذا في المذاهب المختلفة، لأن الناس أطوار وأشكال وأنواع، صحة العقيدة أو سوء العقيدة، هذا موضوع وأخلاقيات الإنسان وأعماله وأقواله هذا موضوع آخر. صحيح هناك في كثير من الأحيان ارتباط بين العقيدة والعمل والأخلاق والأقوال لكن في كثير من الأحيان ماكو ارتباط. صحيح يمكن واحد أخلاقه تكون سيئة لكن يحاول ان يلتزم باحكام الاسلام فيظهر حسن خلق صحيح قد يرغب الى الاعمال القبيحه لكن دينه يحجزه عن تلك صحيح احيانا يحب ان يتفوه بكلمات سيئه لكن التزامه بالشرع يمنعه من ذلك وكذلك بالعكس، واحد عقيدته سيئة، أو عقيدته حسنة، لكن ذلك لا يؤثر على عمله، يمكن ذلك، هذا بشكل عام، فعبد الله ابن أبي يعفور يجي يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام، عن هذه الظاهرة يقول اني اشوف ناس لا يعتقدون بكم لا يتبعونكم لكن عندهم اخلاق حسنة اعمالهم حسنة اقوالهم حسنة وفي المقابل اجد ناس ينتحلون التشيع يدعون الانتساب اليكم، يدعون انهم يوالونكم، انهم يحبونكم، نشوف اخلاقهم سيئة، اعمالهم سيئة، اقوالهم سيئة، شنو هو السبب؟ اني اخالط الناس فيكثر عجبي من اقوام لا يتولونكم، يعني لا يعتقدون بامامتكم لا يتبعونكم او لا يحبونكم ويتولون فلانا وفلانا من المخالفين لهم امانه وصدق ووفاء الامانه ترتبط بالعمل الصدق يرتبط باللسان الوفاء يرتبط بالقلب في القرآن الكريم الله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك القنطار شنو هو جلد ثور مليء بالمجوهرات ذهب وفضة ودور وعقيق وما إلى ذلك قد قيمته الله يعلمه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك أمين هذا ولو هو كافر ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما دينار واحد إذا استأمنت يخون إلا أن يكون منك عليه سيف مسلط بالقانون او بالقوه يضطر انه يرجع لك هذا الدينار زين ذول الناس لا يتولونكم عقيدتهم فاسده لكن لهم امانه وصدق ووفاء وبالعكس واقوام يتولونكم وليس لهم تلك الامانه ولا الوفاء ولا الصدق هسه كل واحد يدعي الولاء لأهل البيت أخلاق زينة عمل زين قول زين لا أكو ناس ليسوا هكذا فاستوى أبو عبد الله جالسا فأقبل عليك الغضبان الإمام استوى جالسا وأقبل عليك الغضبان كأنه يعني هذا كلام الراوي كانه يريد يقول انه بين هذه العقيده وهذا العمل اكو ارتباط اذا عقيده صحيحه ليش عمل خطا فكان الامام غضب من هذا الكلام ثم قال هو السبب شنو هو الامام لم يذكر في هذا الحديث السبب وانما ذكر النتيجه السبب شنو هو؟ الله سبحانه وتعالى في الأزل كان يعلم بالذين يختارون الإيمان، وبالذين يختارون الكفر، يعني الله أزلا قبل أن يخلق الخلق، يعلم بأن فرعون سيختار الكفر، باختياره يختار، وعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي. هذا العلم لا يؤثر في اختيار الإنسان يعني كمثال لتقريب الفكرة وقد ذكرناها مفصلا في باب التوحيد أنا الآن أعلم بأنه غدا ستطلع الشمس أنتم أيضا تعلمون بذلك أنه غدا ستطلع الشمس علم يقين زين هل علمنا إلى تأثير في طلوع الشمس لا هذا لا يرتبط علمنا بطلوع الشمس. الله سبحانه وتعالى ازلا يعلم بان فرعون يختار الكفر، هذا العلم ليس سببا في اختياره للكفر. وازلا يعلم بان مؤمن ال فرعون ال فرعون سيختار الايمان، هذا العلم ليس له تاثير في اختياره. ولان الله حكيم ويعلم بان فرعون ستكون عاقبته النار ومؤمن ال فرعون ستكون عاقبته الجنه خلق فرعون والكفار والمنافقين من طينه سجين من طينه النار وخلق مؤمن ال فرعون وجميع المؤمنين من طينه عليين وهي طينه الجنه ليش؟ لأنه بالنتيجة هذا سيكون من أهل النار وذاك سيكون من أهل الجنة. فطينة سجين تكون في الجنة هذا خلاف الحكمة. طينة الجنة وهي طينة علين تكون في النار هذا خلاف الحكمة. زين هناك أحاديث ستأتي إن شاء الله في باب الطينة أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق أهل الجنة من طينة عليين. وخلق اهل النار من طينه السجين خلط بين الطينتين يعني مزجهما ولذلك تجد المؤمن يلد الكافر والكافر يلد المؤمن فبهذا الخلط طينة عليين اللي هي طينة المؤمنين بعضها صار لها ريحة من طينة سجين ذي الريحة تكون سبب أن هذا المؤمن في الدنيا يكون مستعد وإلى قابلية لفعل السيئات وطينة سجين لأنها امتزجت بطينة علين اكتسبت رائحة طيبة ولذلك تجد بعض الكفار والمنافقين لهم اعمال حسنه. طبعا بحسن اختيار اولئك وسوء اختيار هؤلاء. ما في جبر. مثل ما انت مثلا احيانا في غرفه تضع ورود بعدين مثلا ثوب أو شيء في تلك الغرفة تنقله في مكان آخر تشوف فيه ريحة عطرة أو أحيانا واحد مثلا يدخل في مكان فيه ريحة سيئة أحيانا واحد مثلا يدخل في سوق السمك وبعدين يطلع تشوف أنه في ثيابه علقت رائحة السمك مثلا هذا السبب الذي الامام في هذا الحديث لم يذكره وانما ذكر في احاديث اخرى. واما النتيجه ان هذا الانسان المؤمن لايمانه الله سبحانه وتعالى يوفقه للتوبه. الله سبحانه وتعالى يغفر له. وذاك الانسان الكافر أو المنافق أو المخالف الذي له عمل حسن الله سبحانه وتعالى يسلب منه ذلك الحس العمل الحسن. بسبب ذنوبه لأن الذنوب تحبط الأعمال. حبطت أعمالهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذاك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ان الحسنات يذهبن السيئات، ويقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احنا عندنا في الايات والروايات ان المؤمن اذا ارتكب ذنبا لأنه مؤمن هذا يشعر بضيق لذا يوفق إلى التوبة يتوب من الذنب خلاص إذا تاب من الذنب التائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا لم يوفق للتوبة لأي سبب من الأسباب أحيانا أعماله الصالحة تمحو ذنبه لان الله يقول ان الحسنات يذهبن السيئات اكو واحد اجى عند امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وقال ان ملازمتك ذل وان مفارقتك كفر فالامام قال ذلك تلك سيئه وهذه حسنة وهذه الحسنة أذهبت تلك السيئة لأن أمير المؤمنين كان يجري الحق حتى على الأشراف ماكو ما شريف ووضيع قوي وضعيف الحق يجري على الجميع فهذا الإمام أجرى عليه حقا فضاقت نفسه بذلك كان من الأشراف فشلة صارت له بس الحق حق لازم يطبق عليه إن ملازمتك ذل يعني أذلتنا بهذا العمل خلاص حق لازم يطبق لكن أنا ما أقدر أفارقك لأن مفارقتك كفر هل هذه حسنة هذا الكلام اللي قلت إن مفارقة كفر وتلك سيئة إن ملازمة كذل، وإن الحسنات يذهبن السيئات. وأحيانا الله سبحانه وتعالى يصفي المؤمن من ذنوبه في القبر، يعذب في القبر حتى يصفى من ذنوبه، بحيث أنه حينما يدخل إلى أرض المحشر إلى القيامة يدخل طاهرا مطهرا، لأنه قد استوفى عقابه من ذنبه في القبر. واحيانا الذنوب كثيره وعذاب القبر هم لا يفي بتصفيتها في الاخره ايضا في جهنم يعذب هذا المؤمن الى ان يستوفي عقوبته والله سبحانه وتعالى يغفر له ثم قال يعني الامام الصادق لا دين لمن دان الله ما الى الدين هذا حتى اذا يتشهد الشهادتين الشهادتان تسبب انه هذا يكون مسلم له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين هذا في الدنيا حتى المنافق مثل عبد الله ابن ابن ابي منافق لكن ما دام يتشهد الشهادتين له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين لكن هذا باطن لا دين له لذا في يوم القيامه يكون مع الكفار بل اسوا منهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار لا دين لمن دان الله، دان يعني اعتقد وعبد بولاية امام جائر ليس من الله. ولا عتب على من دان بولاية امام عادل من الله. ماكو عتب، العتب يعني ملامة، لوم. ولا عتب على من دان بولاية امام عادل من الله. عجيب. قلت لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء من يعني عمل صالح أخلاق زينة قول زين هذا ما له دين وهذا اللي أعمال فيها نظر وقوله كذا ما إلى أمانة ما إلى صدق كذا هذا لا عتب عليه شنو معنى شنو المقصود قال نعم لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء ثم قرأ هذه الآية اللي هي في سورة البقرة الا تسمع لقول الله عز وجل الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور يعني شنو يخرجهم من الظلمات الى النور؟ الذين امنوا الله يلي امرهم يخرجهم من الظلمات شنو هي الظلمات؟ يعني من ظلمات الذنوب الى نور التوبه والمغفره لا عتب يعني ماكو مذمة وملامة عليه هذا مو معنى أنه مع ذنوبه لا مذام مذمة عليه ولا ملامة لا يعني الله يوفقه للتوبة أنت مؤمن هسه صدرت منك ذنوب الله يوفقك للتوبة طبعا هذا مو معنى أن الإنسان يستخف بالذنوب لأنه أحيانا الذنوب تصير سبب لكفر الإنسان ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. اذا واحد لازم لا يستخف بالذنوب. يعني من ظلمات الذنوب الى نور التوبه والمغفره. المغفره هي نتيجه التوبه لان الانسان اذا تاب الله بفضله يقبل توبته بشروط. وأحيانا الله سبحانه وتعالى بدون توبة يغفر الذنب، إن الحسنات يذهبن السيئات، اكو بعض الناس يتساءل انه في الروايات إذا واحد بكى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله يغفر ذنوبه، شنو هذا؟ الجواب هذه الآية الكريمة، إن الحسنات يذهبن السيئات، البكاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من أفضل الحسنات ويذهب السيئات. يعني من ظلمات الذنوب الى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل امام عادل من الله. {والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. والذين كفروا اوليائهم الطاغوت، يعني اللي يتولى امره الطاغوت اس الطاغوت الشيطان. الطاغوت حكام الجور لأن الله سبحانه وتعالى حول فرعون يقول: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. مصداق من ذلك من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر والنار. المصداق الآخر نور الاسلام الى ظلمات النفاق والنار لان الانسان عندما يتشهد الشهادتين هذا يصير نور في قلبه اذا نافق الله سبحانه وتعالى يسلبه ذلك النور مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا مثل في سوره البقره حول المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا اسلم صار نور. نافق الله سبحانه وتعالى يسلب ذلك النور. والمنافق كافر باطنا ولو أنه في الظاهر محكوم عليه بالإسلام والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إنما عنا بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام هذا المصداق حول المسلمين فلما أن تولوا كل إمام جائر يعني أي إمام جائر ماكو فرق أنت تتولى أي واحد يزيد بن معاوية يتولى عبد الملك بن مروان يتولى هارون الله رشيد في هذا الزمان يتولى صدام يتولى فلان فلان ماكو فرق إذا تولى أي إمام جائر الله سبحانه وتعالى يسلب منه نور الإيمان خرجوا بولايتهم اياه من نور الاسلام الى ظلمات الكفر فاوجب الله لهم النار مع الكفار لان الله سبحانه وتعالى في اخر الايه يقول اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون في حديث في تفسير العياشي عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال قلت اليس الله عنا بهذه الايه الكفار؟ قال والذين كفروا. الامام شنو جاوبه؟ قال واي نور للكافر وهو كافر فاخرج منه الى الظلمات فاخرج منه الى الظلمات، ما الى نور الكافر؟ الايه المصداق الذي يراد بها نور الاسلام. أو في آية، أو في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، يقول: والذين كفروا، يعني بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، أوليائهم الطاغوت نزلت في أعدائه ومن تبعهم، أخرجوا الناس من النور، والنور ولاية علي، فصاروا إلى ظلمة أعدائه، فإذا الإنسان الذي عقيدته صحيحه عقيدته سليمه اذا كان في عمله في قوله زياده نقيصه في اخلاقه الله سبحانه وتعالى يوفقه للتوبه او يغفر له ولكن لازم الانسان يخلي في باله ملاحظتين الملاحظه الاولى انخفاض الدرجات يعني الانسان المؤمن المذنب والانسان المؤمن الذي ليس بمذنب هذا الانسان المذنب الذي لم يتب من ذنبه هسه الله يمكن يغفر له لكن ذلك الذنب يسبب انحطاط درجاته في الاخره هم درجات في يوم القيامه الاف الدرجات زين يعني الإنسان بسبب ذنب بسبب ذنوب حتى إذا كانت مغفورة يسبب انحطاط الدرجات لنفسه هذا أولا ثانيا بعض الذنوب لها آثار وضعية في الدنيا يعني الله سبحانه وتعالى لتطهير هذا المؤمن من الذنب يبتليه بالدنيا لأن البلاء إلى أسباب مختلفة من جملة الأسباب الذنوب. جن واحد يورط نفسه في الدنيا سنوات مشاكل وبلايا وقضايا بسبب ذنوب تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. هذا ثانيا. وثالثا أحيانا الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بعد ما شويه يفرك اذن هذا المؤمن في القبر عذاب القبر حق بعدين بعد العذاب الله يغفر له واحيانا في الاخره الله سبحانه وتعالى يفضح هذا المؤمن بسبب ذنبه ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري وحتى اذا ما يعاقب حتى اذا غفر له يعني يجيبون مؤمن مذنب يوم القيامه وقدام مليارات من الناس من ادم الى اخر انسان يحاسبونه وكل الناس يشوفون يشوفون اعماله السيئة. وهو منكس راسه خجلا. وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول قد غفرت لك. ويسوى الفضيحة مثلا مقابل جميع الناس حتى اذا غفر له مثل واحد مجرم ارتكب جريمة وجابوه بالمحكمة مكلبج وبالتلفزيون ملايين الناس دا يشوفوه يقال له أنت فعلت كذا وكذا وكذا ولكن حسب المادة الكذائية وحسب الكذا نعفو عنك خلاص اذهب روح تسوي الفضيحة مثلا وأيضا أحيانا بعض الذنوب تسلب الإيمان يعني الذنب يكون سبب الإنسان ينغمس في الذنوب ينغمس في الذنوب ينغمس في الذنوب الى ان يكفر ويموت كافرا بعد اذا مات كافر خلص الله سبحانه وتعالى لا يغفر له ويخلد في نار جهنم لذلك الانسان يكون ملتفت حتى لو اذا هو مؤمن يحاول ان يصلح عمله والله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإيمان والعمل الصالح، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين